بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداهم. ما بعد، فيديو كان يروح عن كدا وننا إن شاء الله تعالى آداب زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. آداب إيه أحكام إلى زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مركوه الرئيسة إلا بوخذ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وكبري وصدوا كل نبينا صلى الله عليه وسلم وكبري ذاتك مسجد كيسة إن لو كنت كذو قف كي كنت كذني حديث بخاري مسلم يذكر عين وحويا محوهلة هي كن صلاة أجري إذا أكله وليه هي مركي لك الرئيب مسجد الحرام، لأن مسجد الحرام بقول كنا صلاة واحد مركب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قفكي كنت كذا وحيقول لك انت مسجد كسو ادنكو كي على مركب لغرية بمسجد الحرام كن صلاة وكلا يسوي كنت كذا، لكن مسجد كرسولك صلى الله عليه وسلم ما لو قصدين كره سفر لو سفر حيو نعم ولو قصدين كره قفكو حكبي حكرة لول كيسة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصابقنا يا وميلها يكب النانتا هي شريعة الإسلام كنا نقول بورزة إنا صوبوق ونصدح مل مسجد الرسول مسجد الحرام هي مسجد الأقصى صدح ذا سمال صفر والله قصد انكرا ولك هذا كب حيسا لأجل العبادة وضو صفر يسا وحاك لو لقرب أخوفك مسلمك قورت أصوك لو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إنو كصوك لو دعا ذا مقال ذا إنو نصوك لو حلقة برقضة مركو الصوك لنا وحالق الربا إنه مسجد الرسول آذى صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول مركو آذى سقوى السقفة لو اكتميدك تكو قلايا دعا ذا مساجدك أيكو قلايا دعا ذا مساجدك مركو غفك كو قلو وحالق الربا إنه الله بركع كنت كذو مركو الله بركع كنت كذو وحو آذى هي ماشي لير هذا الروضة الروضة اللي بركع كنت كان هي الروضاني نبينا صلى الله عليه وسلم وحوله قريقي اي منبرك وحاوله حايا جردينو جردينو في الجنة ميت كاميدا اما بيارها الجنة ميت كاميدا مركي اللي قرنا ماذاني وحال هذا هي قبرق النبي صلى الله عليه وسلم قورت اعتماد قبرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب كهوريستاك سئ اذا بأتاك نو وحال هذا هي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أنك رسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته نبينا وخصلس ونؤد عيسي مركز واحد آديسا لنكي سميلك تحوكا قبرك أبو بكر أيا دول استاقيسا سيدوكالي وحالي ذهي اللهم ارضى عنه حدنا لنكي ميلك تأوسع نيسا قبرك عمر أيا استاقيسا سيدوكالي وحويان اللهم ارضى عنه وادو الدعين نساء أبو بكر إيه عمر مركا لبوضو ذا أدو الدعيس دعوة ناكسا أوفي عن إيه استاهلان وحالة غاربة بارك الله فيك إنا مسجد الرسول أتك بحث وأد بحثة قورت أبحثت وحويان وحد آذي كرتا قبور تبقيع قبور تبقيع مركا تقشد مسلمين ت دعاء وحد جليسا كو جليسا محاويا قبور مسلمين السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد يقني ودد عيني سا مركات كلام ما تهد عداس أدد عيهد مؤمنين تا مسلمين تا قبور البقيع كدوغن رق يدو مربا وتصوب حيصا وحد آديسا
قبورتي أحد صحابتي أحد لقد لو قبورت ودات صابق نيسا إيجاني واد أدعي عينيسا رنك قبل ذات أجي سنيسا إلهي أبريسا إنو أن حريسا أدن بإلافه رالك النقض مركز كبعدي وحاد آليسا أذوي سقبتد مسجد قباء نبي جينا وحول لها قفكي الصوت ظاهرية مركو قولي يسجوغو أو الصوبحة أو يماد مسجد قباء أو كنتو كذا لورك عضاد وحوليها أجري قف عمريستي أوكالي إنتا صوميل وميلها كوبنان وأجري آلكي ليسد قورت آسو زيارتد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ميلك الأجر سددك إيه بوغضان واحد دليل قصو أرو ربو قشد مجران أجرنا كمهي ليسد وحبو وقتي هاسك قلو منين ها آذن ها صوبو قنين يكو مشغول انت ان اجرك اتكو هليسد انت اجوكت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاكم اذا مسجد قبلتين مسجد ليله زيارة ليس اجرك ما هليسد لكن هده صلاة كووسو قشاءه اكتي سمري سوا كنتو كان كرتاح ومسجد لماذا؟ لانه مساجد مدينة او لن حلق النبي نمؤون ولا ادسنايين او مالت قبلة انت لبدلين كل وضوحي اجهي سنجرين المسجد الاقصى مركي قبل هذا اللي بدلين مسجد الحرام لو بدلين كل وذي سوى الجيستين مسجد الرسول من نفتر كي سوى مسجد ذو قبلتين واي وحاك له جرى مسجد الجمعة مسجد جبل أحد مساجد السبعة ولوحى الله لحي وحاكويا خندق بيئرق يعيرك عثمان بن عفان رضي الله تعالى وحيا لها صورا هل حديث وقصه أرور الزيارة ذو ذات مجران مركي وحبا وقتها أسكالوا منه أنها آذن لكن كو مشغول ميلها أجري أكهلي سيدا دات تاكناتت سيدا وكالي قبور تقار إنا أقصد سيد زيارة دا سنة ما هيب القبر جيسا أصواب وقنو هيب الأميل هبلايه كدوغن هيب المساجد جيسا ميل هبلايه أساقنا أنصواب وقنو وحاصل المسوء أرولا أي واحد أدو عيسى انتي قفل وشاك نبي جينا أبو بكر يا عمر أصحاب البقيع يا واحد أدو عينيسا شهداء أحد مساجدك رسولك صلى الله عليه وسلم كسوة نقطي كنتك صلاة هذا كعباديسو اعتكاف الدارة واصمين كرتا لكن تيرك همر مرسن درك إياه همر مرن هبركيسن الميشة كاربتك همر مرن قعنت إيه مارك إيه محنكود هاي صلي إسبشة الميشة صوت صارنو ذين هلسوا نغيرنا ليهن صلي قاني توحو كنتك ذي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هصمياني وحيالا إن النبي محمد يسحاب ذي سئين هصمياني أدابت إلالي أردك دقالك بوقة قيلذا وصوك عطك ديرك سيد مساجدتك لن لوغة دوراك لن لوغة دورا هيا دادو حد أركض أنت أرده هيا كد دقالما هيا روضة هصمياني إلاف أدابت مساجدك إلالي وقدم بين حلقة ذا علمي قلاسي ذا علمي علماء إليها هيا أجوغ مدينة كفا إذيسو خاصة علماء منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كتاكن لا فريسو كسوفا إذيسو كصبر آية حديث كتب وحن كصبر انت أجوت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول كتبتك أجر بذنه هليسا صلاة خاص ليلاذ أفرتن صلاة ضوضها لقدتك ذو مجرتو انتاس وحويا بارك الله فيكم وحيا لها قاركوت ولغر وقفك مسلمك إنو إلاليو انت وإيمانها يو مسجد الرسول وجوهه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو لحظة نوات كرميستي مدينة الرسول نوات كتكيسا وحاكو صون غاني سابطن كهذا مركا مساجد كسو بحيسد سيدا مساجد كلاو قصو بحيساد وقصو بحيسا عكت هذا بذيحدا مساجد كبحي تنمي لكتا مساجد كبحي دعا هذا أخرصو دعا هذا مساجد كلاو قبحو وحبا وجي قادها أجيدين نبي صلى الله عليه وسلم قبر جيسا مساجد كانت دبر دبر حوق بحن مسؤول صحابة جيسا والنبي صلى الله عليه وسلم قدرين جري انت انك قدرنا ان كبضا مسمين جرين مركا اكو اكان وضضوضة بارك الله بكم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.